المضمار الشمالي في حلبة نوربورغ رينغ أصعب مضمار سباق في العالم، فيه 73 منعطفا وطوله حوالي 21 كيلومترا. هنا تريد أودي قطع مسافات قياسية بسيارتها الكهربائية الجديدة R8 أترون. لحد الآن ظلت أودي تقتصر على الدراسات في مجال السيارات الكهربائية، لكن في نهاية العام ستطرح سيارة R8 أترون في الأسواق، وهي أول سيارة كهربائية في هذه الفئة. في البداية ينبغي أن تبرهن هذه السيارة الرياضية على قدراتها في مضمار السباق. ماركوس فينكلهوك الفائز هذا العام بسباق 24 ساعة في حلبة نوربورغ رينغ سيقوم خلال مرحلتين بالسباق مع الزمن، فهو يعرف هذا المضمار جيداً. يوصف مضمار الشمال بجهنم الخضراء، فهو أصعب مضمار سباق في العالم، وكل لفة من لفاته تشكل الجميع بما في ذلك محترفي سباق السيارات تحديا كبيرا. إنه أمر مغاير تماما أيضا بالنسبة لي، وهذه هي أول مرة أقود فيها سيارة كهربائية. لم يكن التحكم بالسرعة سهلا في البداية، لأن في السيارات العادية يمكن الاستعانة بصوت المحرك والتعشيقات، وهنا تسير بسرعة يصعب تقديرها، كما أن تخفيض السرعة إلى الحد المناسب عند المنعطفات لم يكن أمرا سهلا في البداية، لكن مع توالي الجولات يتعود المرء على ذلك. أودي R8 أترون التي يقودها ماركوس فينكلهوك تتوافق كل خصائص موديلها مع هذه الفئة المستقبلية. قدرة كلا محركيها الكهربائيين معا 381 حصانا بعزم دوران 820 نيوتن متر وبسرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتم السماح ب 250 كيلومترا في هذا الاختبار. وقد أنجزت R8 أترون أودي جولتها على الحلبة الشمالية في 8:09 محققة رقما قياسيا. في المرحلة الثانية قاد فينكلهوك سيارة R8 أترون أخرى تقتصر سرعتها القصوى على 200 كيلومتر في الساعة في جولتين متتاليتين وسريعتين، وتمكن من تحقيق نتائج ممتازة. كان الوضع مختلفا تماما في الجولتين، إذ يجب على السائق تقسيم الطاقة عليهما بحيث تكفي الطاقة للوصول إلى راية خط النهاية في ختام الجولة الثانية. في الجولة الأولى كانت القيادة من البداية إلى النهاية بكل الجهد دون أي مبالاة باستهلاك الوقود، أي من أول منعطف حتى آخر منعطف بأقصى سرعة. إنها تجربة مختلفة، ولكن كلا التجربتين كانتا ممتعتين للغاية. بانطلاقة مثيرة على الحلبة الشمالية دخلت أودي إلى عصر السيارات الكهربائية، لكن هذه الانطلاقة قد تتلاشى بسرعة، فالشركة تخطط في البداية لإنتاج وبيع عدد محدود فقط من موديل R8 أترون، وليس للشركة أي تصور ملموس بعد حول مستقبل سياراتها الكهربائية.